أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعلم معاً قواعد البرمجة. كما في اللغات الطبيعية التي نتحدث بها قواعد، فإن للغات البرمجية قواعداً وقوانين تحكمها. هيا نتعرف عليها معاً. في كل صباح يوم دراسي، يبدأ سائق الحافلة بالانطلاق من منزله إلى موقف الحافلات استعداداً للبدء بنقل الطلاب من منازلهم إلى المدرسة. فهو ينطلق من منزله إلى موقف الحافلة، ولكن العم أبو أحمد تم تعيينه مجدداً لنحاول مساعدته وإرشاده حتى يستطيع الوصول إلى موقف الحافلة. فما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها حتى يصل؟ تقدم إلى الأمام، انعطف إلى اليمين، تقدم إلى الأمام، انعطف إلى اليسار، تقدم إلى الأمام، توقف. ومن هذه الخطوات نعلم ضرورة الالتزام بترتيب الخطوات بعد بعضها البعض للوصول إلى الوجهة المقصودة، وهذا ما يسمى بالتتابع، وهي القاعدة الأولى من قواعد البرمجة. فالتتابع ترتيب تنفيذ التعليمات البرمجية تعليمة تلو الأخرى. هيا نتعرف على القاعدة التالية. سينطلق أبو أحمد سائق الحافلة لأخذ الطلاب من منازلهم وإيصالهم للمدرسة، ولكن عليه أن يتأكد أولاً هل الوقود في الحافلة يكفي أم لا؟ لنرى كيف سنساعده في هذه المرحلة. هل الوقود في الحافلة كافي؟ نعم، إذن فابدأ بنقل الطلاب. فسيبدأ أبا أحمد برحلته الصباحية لنقل طلاب المدرسة. ولكن هناك حالة أخرى، إذا لم يكن الوقود كافي، فاذهب لمحطة الوقود. هل الوقود كافي؟ إذا كانت إجابته بلا، فاذهب لمحطة الوقود. وبعد أن عبأ أبو أحمد الوقود، لنعاود السؤال: هل الوقود كاف؟ نعم، فابدأ بنقل الطلاب إذن. وصلنا للقاعدة الثانية، وهي الاختيار. هل الوقود كاف؟ إذا كانت الإجابة بلا، فاذهب لمحطة الوقود. أما إذا كانت الإجابة بنعم، فابدأ بنقل الطلاب فوراً. لنصيغها على خطوات. إذا كان الوقود كافياً، فانتقل للخطوة الثالثة، ابدأ بنقل الطلاب. أما إذا كان الوقود غير كاف، استمر، اذهب لمحطة الوقود، ابدأ بنقل الطلاب. فقاعدة الاختيار هي تنفيذ تعليمة أو أكثر وفقاً لحالة البرنامج، ويتم عمل ذلك باستخدام صيغة الشرط.
ففي هذا المثال كانت لدينا حالتان، إما وقود أو لا وقود. سنرى القاعدة الثالثة. سيبدأ العم أبو أحمد سائق الحافلة الآن بنقل الطلاب من منازلهم طالبا تلو الآخر حتى ينتهي منهم، ثم يتوجه إلى المدرسة. ولكن لنساعد أبا أحمد بأنه في كل مرة يأخذ طالب من منزله يجب عليه أن يتأكد هل نقلهم جميعا أم لا. سيتوجه أبو أحمد لنقل الطالب الأول. هل بقي من الطلاب أحد؟ نعم بالتأكيد. إذن يجب أن نجعله كجملة شرط. إذا بقي من الطلاب أحد فاستمر، اذهب إلى منزل الطالب التالي. عد إلى الخطوة الأولى، فلنعاود السؤال. هل بقي من الطلاب أحد؟ نعم، إذن استمر، اذهب إلى منزل الطالب التالي. عد إلى الخطوة الأولى، إذا بقي من الطلاب أحد استمر، اذهب إلى منزل الطالب التالي. عد إلى الخطوة الأولى، بقي من الطلاب أحد؟ لا، إذن سنكمل جملة الشرط، وإلا انتقل إلى الخطوة التالية رقم 4، اذهب إلى المدرسة. توقف. ففي كل مرة نرى هل تحقق شرط وجود طلاب لم ينقلهم أبو أحمد؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، نكرر تنفيذ نفس الأوامر. اذهب إلى منزل الطالب التالي، وعد إلى الخطوة الأولى. هل بقي من الطلاب أحد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاذهب إلى منزله، وكرر الخطوات. حتى نصل، هل بقي من الطلاب أحد؟ لا، إذن اذهب إلى المدرسة، ثم توقف. هنا نفذنا القاعدة الثالثة، وهي التكرار، وهو تنفيذ تعليم أو أكثر مرات عديدة حتى يصل البرنامج إلى حالة محددة. تعرفنا معا على قواعد البرمجة، وذكرنا أنها ثلاث قواعد: التتابع، الاختيار، والتكرار.